السلام عليكم أخي الفلاح، صباح الخير. نواصل حديثنا السابق في ركن الإرشاد الفلاحي، كنا تحدثنا الأنواع نتاع الري، ذكرنا النوع نتاع القوطاقوط ولا اللي يسميناه التقطير، وذكرنا أيضا طريقة نتاع الري بالغمر ولا اللي يسميناها السطح. نواصل مع النوع الثالث اللي هو الري بالرش، وهو نوع نتاع الساقي اللي فيه يعني محاكاة ولا تقليد للتساقط نتاع الأمطار، واللي من خلاله نحاولوا نشبهه يعني الساقي نتاعنا بهطول الأمطار، يعني وعدنا الماء يجي من فوق ويهبط لتحت، يعني تساقط تماما نشبه فيه للمطر. الماء هذا اللي عندي نستعمله في طريقة نتاع الرش، هو الأمر أيضا مشابه للتقطير، فيه اقتصاد الكمية نتاع الماء ونضمن باللي ما يعوش عندي تبذير. وهذا النظام أيضا يناسب الأراضي الرملية والصحراوية اللي تكون عندها نفاذية عالية نتاع الماء، والأرض لا تحتاج أيضا إلى تسوية، يعني محدرة ولا مستوية ما يهمناش، نضمن من خلال الرش أن كل نبتة ولا كل شتلة ولا كل نبتة يلحقها الكمية الوافية والشافية من الماء. من عيوب النظام هذا والشيء اللي لازم يعرفه أخي الفلاح، أنه تكاليف نتاع الشبكة تكون عالية مكلفة، وتحتاج إلى عمال عندهم خبرة، مش أي عامل ولا منوالة اللي يقدر يدير لي هذا النظام نتاع الري نتاع الرش. تزيد الملوحة نتاع التربة، يعني استمرارية في استعمال هذا النوع من الري اللي سميناه الرش تتسبب لي في الملوحة، والله تتصاعد الملوحة من الطبقات السفلى إلى الطبقة اللي تنمو فيها الجذور نتاع النبات، وراح يتأثر لي النبات بمرور الوقت بالملوحة اللي موجودة في التربة عندي. أيضا اللي مشهور في عيوب الرش هذا حساس للجانب نتاع الريح، يعني في حال ما إذا كان عندي ريح راح نلاحظوا باللي الوجهة نتاع الريح تأثر لي العملية نتاع الرش، يعني كاين أمكنة اللي يكون فيها السقي مركز، بينما الأخرى تكون ضعيفة، يعني اللي تكون مقابلة للريح وتكون في الوجهة نتاع الريح راح تكون عندي اختلال ولا عدم تجانس في نسبة المياه نتاع السقي. وبالنسبة للسقي بصفة عامة، كنا تحدثنا على هذه الطرق ولا هذه الأساليب المعتمدة الثلاثة، يعني الري بالتنقيط، الري بالغمر، والري اللي تحدثنا عليه الأخير هذا نتاع الرش. يعني استعمالهم المفروض يكون بعد الاعتماد الكلي ولا الكامل على المياه ولا التساقط ولا الري بطريقة طبيعية، يعني ماذا بينا نخلو هذا الري نتاعنا يكون شكل تكميلي للري الطبيعي، ونستغلو المياه نتاع الأمطار ولا المياه نتاع التساقط بشكل جيد. الأمر الأكيد أنه مياه الأمطار غير كافية، وغالبا ما يكون توزيعها ما فيهش انتظام، لهذا فيه فترات عطش تأثر على إنتاجية النبات، فيه فترات لا يتلقى النبات كفايته من الماء، وتكون عنده حالات ولا فترات حرجة في بداية النمو، ولاحظوا أيضا في أيام الاستطالة نتاعو، والأكثر من هذون قاع الأيام اللي يكون عندي فيها الإثمار، خصوصا في الفترة الممتدة بين أفريل وسبتمبر، وين ما عنديش تساقط نتاع أمطار، وتكون نسبة تاع الرطوبة منخفضة، وأيضا درجة حرارة تكون عالية. هذاك الوقت هو اللي نستعمل فيه الري، هذا اللي سميناه الري اللي كنا نقولوا عليه نديروه احنا، يعني نتسبوا فيه، يعني الاصطناعي. نبهك أخي الفلاح، السقي يكون في الساعات الأخيرة من الليل، وحذاري من ساعات النهار، يعني وين كان عندي القايلة بعد الظهيرة، لأنه النبات راح يتعرض لي للشوك، يعني عندي سقي في فترة يكون فيها نسبة الحرارة مرتفعة معرض للشمس، ويكون أيضا كاين تبخر، لهذا يكون ضعيف أمام الهجوم نتاع المرض اللي نعرفوه احنا بالميلديو. أخي بهذا الشكل نكون اختمنا الحصة نتاع السقي، وإلى الملتقى في حصص مقبلة من ركن الإرشاد الفلاحي. هذه تحيات الأستاذ فضيلي نور الدين من المعهد التكنولوجي الفلاحي المتخصص بالجلف، وإلى اللقاء.